جولتنا الشهرية على كل ما يتعلق بالثقافة والفنون مشاهدينا ومستمعينا، راح نبتديها مع فن النحت. يختلف النحاتون في الفن المقدم وأيضا في اختصاصاتهم وفي المواد المستخدمة في النحت. واليوم راح نتكلم عن فنان نرويجي تعتبر أعماله تحف فنية، هذا هو هيكن فاجيراس. هو من النرويج كما ذكرنا، وعلى الرغم من أنه بيستخدم الرخام وهي المادة الأكثر شهرة في النحت، إلا أنه منحوتاته لقت إعجاب كبير، والسبب دقة هذا الفنان وابتكاره الفني. فمثلاً الآن راح نشوف كيف قدر يصنع وسادة بإتقان وبشكل يشبه الوسادة الحقيقية. فمطرقته استطاع أنه ينحت كل الطيات والتجاعيد. ولهذا الفنان أعمال أخرى مميزة أيضاً باستخدام الرخام، وأكد أنه استخدام أو صفات الرخام الأبيض بتخلي المنحوتات تبدو وكأنها هشة. فهو يقول أن رؤيتها بالعين المجردة ستجعل الإنسان يعتقد أنها حقيقية، وذلك بسبب شفافية ونقاء الحجر. يقوم هذا الفنان بنشر آخر منحوتاته عبر حسابه على إنستغرام. نبقى مشاهدينا ومستمعينا في صناعة المجسمات، ولكن هالمرة بمواد مختلفة تماما. نسمع كثيرا عن فن إعادة التدوير، أشياء استخدمناها لفترة طويلة حتى أصبحت لا تصلح للاستخدام، ونجد أن مثواها الأخير سلة المهملات. ولكن هذا المبدأ لا ينطبق أبدا على بعض الفنانين، فالبعض منهم يجد أن تلك الأشياء هي مواد مناسبة لصناعة فنهم. منهم الفنان الإستوني فيلو جانسينو، اللي قدم أو قام بإنشاء مجسمات ضخمة الحجم باستخدام الكفرات أو إطارات السيارات التالفة. تمثال الفيل اللي بنشاهده حاليا قام بصناعته عام 2018، وحتى اليوم هذا المجسم مطلوب في مختلف المدن حول العالم، فهو يتنقل بين الشوارع والحدائق الشهيرة. وغير الفيل قام أيضا بصناعة مجسمات أخرى. وبالإضافة للاهتمام بالبيئة، يهدف فن هذا الفنان إلى صناعة شيء غير اعتيادي من أمور عادية، وأعماله لاقت رواجاً كبير حول العالم.